فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إمام في حينا يقنت كل فجر هذه الأيام ويدعو بدعاء قنوت رمضان، اللهم اهدنا فيمن هديت، ويطيل فيه، فهل فعله هذا مشروع وماذا ينبغي علينا؟ والله ما دام أنه ما فيه منع من هذا، ما فيه منع من هذا فلا بأس، لكن كونه يختصر الدعاء ويخفف على المأمومين أحسن. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.